حاسس ان انت في المدرسه النهارده عيد ميلاد فجاي فرحها بقى يا حبيبي فجاي فرحها يعني واحنا اللي دخلنا المدرسه مستنيين اختي من الامتحان هنعملها مفاجاه عشان عيد ميلادها النهارده عقبال بقى ان شاء الله كده النجاح ونيجي نديها لك بص هنا بص اللي معاك يلا كرامي ده ثلاث ست طب انت ليه بتعمل صوم عليه؟ كل سنه وانت طيبه يا شو عقبال النجاح يا بنات كلكم ان شاء الله